سلام بنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف الف خير. كنتمنى تكونوا في صحه جيده، في احوال مزيانه، يعني صحتكم لاباس، اموركم هانيه، العائله بخير. اليوم يعني واحد روتين من الصباح ان شاء الله حتى العشيه. اشتو غادا ندير في هاد النهار تاع اليوم؟ المهم بدينا بالعجينه، هي الاولى. المهم فقنا فطرنا، هكا حطيت الدقيق، انا كنعجن مارتلوسي، كنت نقيها هكا في خضره. غادا دير الغدا. ما كيف ما كتشوفوا يعني بديت بالعجينه هي الاولى، غادا نعجن مارتلوسي كدير في الغدا، هكا هي اللي غادا دير الغدا. ما غاداش نصب انا اليوم، غادا نعجن ونمشي للطندور، هكا نضرب دويره في الطن نشطب ونجمع صافي. كيف ما شفتوا غادا نعجن وغادا ندلك العجينه مزيان هكا ونخليها تخمر، يضاعف الحجم ديالها. عاد فاش ان شاء الله غادا نرجع لها باش نقرصها. مارتلوسي غادا تنصبها، نديرها هكا غير الدجاج والزيتون والبطاطا، هادشي اللي غادا نديرو ان شاء الله اليوم هكا، ونرافقها بشي شليضه ولا بشي حاجه ضروري البنات. صافي كيف ما شفتوا غادا نعجن. المهم ما درتش العجانه، كيف ما كتعرفوني ما كنبغيش نعجن ما كنبغيش نعجن بالعجانه، اغلبيه كنعجن غير بيديا. صافي كيف ما شفتوا يعني انا غنعجن وغادا نرجع معكم ان شاء الله بحول الله. صافي البنات، كنا غادي نصبو غير شويه، نديرو بطاطا والزيتون وصافي. تقلب لينا البروغرام كامل، وغادي هكا جاب منظر السردير، غادي نصيبو غير السردير هكا شراك بغاو في الفران، هو اللي غادي ندير. المهم بطاطا اللي لقينا راه في باقا محطوطه، وهكا الدجاج نحيدو نديرو في الثلاجه، يعني حتى العشيه ان شاء الله، ونديرو ديرو هكا وخا صيبات كلشي، و يعني بقات غير ترمي الخضره صافي، وغادا تسد عليها الكوكوت صافي. تقلب لينا البروغرام كامل كيف ما قلت لكم. غدا نصيب السردين، غدا نتعاون لي انا وحماتي، مسكينه تاعي زيتها السردين تصيبوا معايا. المهم الله يعطيها صحيحتها يا ربي ويطول لها في العمر. غدا نكمل السردي ديالي يعني بنفس الطريقه، يعني بالنسبه للمبتدئات فايت مني وحطيت طريقه تنقيه السردين صافي. غدا مع السردي باقي جديد، يعني صعيب باش ما بغاش يتنقى لينا غير بالزز صافي. غنبقاو هكا محامينها ليه حتى نكملو يعني الكميه اللي بغينا. وهكا واللي بقى غادي نديرو كنديرو في الثلاجه تنشوف اشنو نديرو بيه، نديرو كفته ولا نديروه واحد البيتزا. كتجي بكفته السردين كتجي غزاله، كتجي زوينه. المهم راح نحط لكم في قناتي الا بغيتو نعاودها لكم في شروطين على الراس والعين. صافي غادي نكمل يعني بنفس الطريقه انا ودوستي حتى نكمل، وغادي نصايب الشرموله، غادي نوصل السردين ونصايب لي الشرموله ديالو ونديرو في الفران. يعني واي حاجه درتها ضروري ما الا غدا نشارك معكم. كيف ما شفتوا يعني السردين باقي جديد، يعني غير ديال الصباح صافي. نحيد الزبل تاع السردين وغدا نقي هنايا ونغسل السردين، عاد فاش ان شاء الله نرجع معكم. صافي البنات، يعني من بعد ما ساليت كيف ما شفتوا، درت هنايا عندي الكزبر مع الموز، كان عندي مقطع في الكونجيلاتور، درتو هكا هنايا في هاد البانيو، وحكيت واحد البصيله واحد راس الثومه. وهنا عندي في العطريه عندي الكمون، شويه الخرقوم البلدي، وشويه التحميره، وشويه البزار، والمليحه من طبيعه الحال، شويه الحار. صافي غادا نصيب هكا الشرموله ديال السردين، وغدا نعمر يعني وحده على وحده ونستوفهم في الطاوه، وندير واحد ندير شويه مطيشه لترون ترونشي هكا، والبصله ندير واحد معلقه الخل. واحد المعلقه ديال الخل ومعلقه ديال الزيت.
صافي. وغادا غادي نخلط هاد الشرموله مزيان وغادا نعمر به السرديل. صافي الخبز راني قرصتو يعني غير خمر شويه وغادا نبدا نطيب فيه. صافي ندير السرديل هكا في الفران تاع الضو نطيب. انا نسيت كنت غنقول لهم الدو لي انا. صافي دابا غنبدا نعمر هكا يعني هكا غير السرديل اللي يعني بغيتو تقلوه قلوه هكا في الزيت، ما بغيتوش ديروه في الفران. اصلا القلي بزاف يعني راه ماشي صحي، واخا تيعجبنا اننا نقلو بزاف ماشي صحي. صافي نكمل بحال هكا. الخبز يعني راه يعني قريب يخمر. غادا ندير اللاطه في الفران ديال السرديل والخبز نطيبو في الفران الاخر، ويعني نزرب حيت هما ضرهم الجوع باه يتغداو. اصلا حنا ما يعني تعطلنا، ما جاش الحوت هكا بكري، وكنا يعني دايرين غير بروغرام اننا غادي نديرو غير شويه المرقه هكا بالزيتون والبطاطا يعني، وتقلب كل شيء كيف ما كيقولوا ما تاكل غير اللي مكتب لك الله. صافي نكمل يعني بهذه الطريقه. غدا نعمر لاطه كامله، غدا نعمرها وندخلها كل الفران، ندوز نطيب الخبز، ندير شويه الشلاضه، ومهم ندير شي حاجه هكا ندوزوها بالسردين. صافي هذا ما كان. غدا نمدو هكا نعمر وحده نعمر وحده بالشرموله وندير عليها اختها، وهكا نديرها في الفينو ونديرها في اللاطه. دابا السردين بدا هكا كيسمن كيولي يطلق الزيت. راه واخا ملي كنديرو كيطلق لينا الزيت وهكا كنديرو في الفران كيطلق لينا الزيت، ولكن نلق لينا راه يعني عوض ما يطلق داك الزيت ديالو كيشرب الزيت. يعني من الاحسن هكا في الفران مره نديرو حاجه زوينه وحاجه صحيه. يعني السردين كيف ما كتعرفوا راه صحي، وفي الفران يعني احسن من المقلي. صافي نكمل بنفس الطريقه وحتى نكمل يعني كميه كامله، وعاد فاش نرجع معكم ان شاء الله. المهم انتم معايا، المهم انا راني خدامه و يعني كنهضر معاكم. المهم كيف ما شفتو يعني راه تحامينا عليا، راه واخا هكا ملي كيكون السردين جديد كيكون شويه هكا معنزز، ما كيبغيش ما تيبغيش يتنقى يعني بواحد السهوله. صافي اللاطه الاخرى يعني كملتها تقريبا ودخلت الفران طيب. صافي بلاطه اخرى هكا قطعت لها شويه البصله وشويه الفلفله، وقطعت هكا مطيشه دواور بحال هكا، وغادا ندخلها الطيب. خبز راني طيبته كامل كيف ما شفتوا، كيجي رطاب وكيجي زوين البنات. درت هنا واحد شويه شلاطه ديال الخيار ومطيشه وشويه البصله. هاد اللاطه الاولى رطابت تقريبا، اللاطه الثانيه راني دخلتها الفران. المهم احنا يعني زربانين يلا مرحبا بكم تغداو معنا. المهم تقريبا راه كلشي وجد، يعني الحطاب اللاطه طابت وهكا الخبز طاب كلشي طاب. غادا نقطع هكا غير الليمون دواور وندير فيه شويه السنيده وشويه القرفه هكا ونديرو فيه طبيسلات كيف ما شفتو، كيجي زوين البنات بحال هكا. كيعجبني انا بالسنيده والقرفه الليمون. صافي غنجيب واحد الطبيسلات وغادي نستف هكا لي طرونش ديال الليمون في الطبيسلات.
ندير شويه السنيده ورش شويه القرفه من الفوق صافي. البنات هذا ما كان، المهم كنتمنى باش يعجبكم الروتين تاع نهار اليوم. ولا عجبكم الروتين نبغي نقول لكم وصلوا لعدد كبير ديال اللايكات، و يعني لكانوا كيعجبكم هكا روتينات محماتي يعني خلوها لي في التعليق، وان شاء الله نبقاو هكا فيما تجي عندي ولا نمشي عندها ونديروا روتينات مجموعين. ايوا صافي جات هكا طباس، غدا نستف هذوك الليمون هكا عادي فوق هكايا، وغدا ندير هكا شلاطه حتى هي في طبيسلات صغار، وغدا نحط هكا غدا نحط الطبله ديالنا واخا راه معطلنا في الغدا يعني تكون دابا شي جوج ونص ولا شي جوج ونص بحال هكاك. صافي نرش واحد رشيشه خفيفه ديال القرفه يعني اختياري اللي بغيتي ديري ديرها. المهم جربوا الطريقه راه كيجي الليمون بنين وزوين بيها. صافي انا درت شلاضه هكا في طبيسلات صغار وصافي غنحط طبله ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات هذا هو غدا هنا يعني غداء متواضع وطبيله يعني متواضعه يعني ديال الحوت، والحوت كيف ما كتعرفوا السر ديالها صحي وفي